السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التصريح ديال واحد هاليلوزيت قبل مباراه الغد اللي غادي تكون ضد غينيا برسم اقصائيات كاس العالم. وفي اخر الفيديو ايضا عندنا مفاجاه وخبر مفرح جدا على المنتخب الوطني المغربي في حال فاز غدا ان شاء الله ضد المنتخب الغيني. ما نطولش عليكم كيف العاده في المقدمه وندخلوا نيشان في التفاصيل ونبداو اولا بالتصريح ديال مدرب واحد هاليلوزيت، بحيث قال في الندوه الصحفيه قبل مباراه غينيا ان المنتخب الغيني لن يكون خصما سهلا في مباراه الفريقين غدا، مؤكدا انه منتخب قوي وعنيد. وتابع يضم المنتخب الغيني لاعبين جيدين يمارسون في مختلف الدوريات الاوروبيه، لذلك اتوقعها مباراه صعبه، لكننا مصممون على الانتصار لمواصله نتائجنا الايجابيه وتحقيق الفوز السادس على التوالي، كما نريد ان نختم التصفيات بالفوز. واضاف انه لاحظ في المباراه السابقه امام السودان بعض التراجع البدني لدى لاعبيه، لذا علينا ان نستعيد لياقتنا وحضورنا البدني الجيد في المباراه وان نقدم مستوى جيدا، كما ان اغلب لاعبي الوسط لا يلعبون مع انديتهم وهذا امر علينا ان نعمل عليه. واثنى واحد هاليلوزيت ايضا على ما قدمه محمد الشيبي لاعب الجيش الملكي الذي استدعاه لاول مره للاسود، وقال انه لاعب جيد وبامكانه ان يكون حاضرا في كاس امم افريقيا. وحاول تغيير مكان المباراه من ملعب محمد الخامس لملعب مولاي عبد الله بالرباط، قال هاليلوزيت: لقد وقفت على ارضيه ملعب محمد الخامس من خلال مقطع فيديو تأكد لي انه غير صالح لاحتضان المباراه، لذلك اقترحت نقل المباراه الى الرباط. اذا كان هذا هو التصريح ديال المدرب واحد هاليلوزيت قبل المباراه ديال غدا ان شاء الله امام المنتخب الغيني. ولكن الخبر المفرح وهو في حال تحقيق اسود الاطلس للانتصار في مباراه غينيا، سيكون المغرب المنتخب الافريقي الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته ضمن مشوار دور المجموعات بالتصفيات المونديالية بدون احتساب الدور الحاسم، يعني مباراتين ديال السد ذهابا وايابا. وعلى المستوى العالمي تفصل الدنمارك جولة وحيدة عن تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات المونديالية الأوروبية بعد أن حققت 9 انتصارات، في حين لم يحقق أي منتخب في باقي القارات هذا الإنجاز خلال الموسم الكروي الحالي، بمن فيهم بطلة فرنسا والبرازيل التي ضمنت بطاقة العبور للمحفل العالمي. يعني باختصار منتخب الدنمارك اللي دار شي نتيجة من غير الفوز في المباراة اللي غادي تكون اليوم أمام منتخب الإسلندي، وغدا إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يربح منتخب الغيني، غادي نكونوا حنا المنتخب الوحيد في العالم كامل اللي حصل على العلامه الكامله في اقصائيات كاس العالم. وطبعا هذا الشيء اللي كنتمناه كمغاربه وغادي يكون امر جميل ورائع جدا. وبين قوسين توقيت المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الغيني غادي تكون على الساعه 8 مساء، والقناه الناقله كيف العاده الرياضيه المغربيه. وختاما كيبقى راي ديالكم كيف العاده، كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.